اهلا بكم مع مهند من بن حموده للسيارات 050-516-3525. اليوم بنعرفكم ان وصلت عندنا السياره التي طال انتظارها ال تي من الشكل الجديد بالعداد الجديد والشاشات الجديده والجير العلاجي للشباب اللي كانوا لسه متعلقين بالجير العلاجي. ويلا بينا نشوف مواصفاتها من الداخل. زي ما انتم شايفين اول حاجه بتميز السيلفرادو ال تي هو الشبك الكروم والدعميات الكروم، الهوكات السود، شعار شيفروليه العريق باللون الذهبي. الإضاءة بتاعتنا طبعا بتكون كلها LED كامل، في هنا كروم فوق الإضاءة، في علامة الشيفروليه هنا ظاهرة على الإشارات الجانبية. الديزاين تبع الشبك رياضي وطبعا بيدي تهوية أكبر للماكينة. وفي عندنا هنا كمان الاير شاتر يكون داخل الشبك، يفتح ويقفل طبعا حسب الحاجة بدون تحكم من السائق على الخطوط، هي السيارة بتتحكم في فتح وقفل الاير شاتر. السسبنشن هو Z71 للأوف رود، ارتفاع السيارة هو الارتفاع العادي للبيك اب. اللون اللي قدامنا هو سيلفر، في عندنا الاون ستار والواي فاي. نشوف من الخلف رنجات 18 نفس الديزاين الاولي، طاير من نوع رانجلر. نشوف القياس لو ظهر 265 × 65 × 18. زي ما احنا شايفين هما 6 مسامير الريش. الاضاءة الخلفية LT دول اكزوست شغالين طبعا. الهوك الخارج للكهرباء، التريل الزاوية الجانبية للصعود تسهل الخروج والدخول، المقبض هنا، الكاميرتين الخلفيتين واحدة للريفيرس واحدة للهوك تورينا تحت. تمام، هنا طبعا فتح الباب الخلفي قطعتين حسب الحاجة، دي خلاص احنا عرفناها موجودة، اسمه برو تيل جيت. زي ما احنا شايفين هو بيشيل ماكسيموم لحد 170 كيلو. في هنا اضاءة LED على الجنبين ومخارج للكهرباء وأماكن للهوك أو الشنكل. وفي عندنا كمان هنا المقبض عشان يسهل الدخول أو الطلوع والنزول من صندوق السيارة. الاختلاف الرئيسي طبعا السيارة دي احنا عارفين تم عليها تغييرات كتير. هنا في عندنا النقاط العمياء على المرايات، التشغيل عن بعد، الإضاءة الـ LED، ده الفيس ليفت. السيارة حاليا بقت 10 غيار اوتوماتيك. هنا استهلاك البترول، الليتر الواحد يمشي في حدود 10 كيلو. سيارة 5.3 V8 8 سلندر. الجديد هنا ان تم تغيير شغل السلندرات، بدل ما كان اكتف فيول مانجمنت يعني السيارة كانت بتشتغل على 4 او 8 سلندر حسب الـ RPM بدون تدخل من السائق، حاليا بقت 10 غيار اوتوماتيك. شغل السلندرات بقى اسمه دايناميك فيول مانجمنت، يعني السياره بتبدا شغلها من سلندرين اتنين فقط وبقيه السلندرات حره ودايناميك تفتح وتقفل حسب الار بي ام طبعا بدون تدخل من السائق، مركزه اكتر حاجه على صرفيه البترول. هنا طبعا التحكم الازرار كلها بقت في جهه واحده. باركينج الاوف رود عالي واطي تقيل وخفيف واوتوماتيك. هنا التوينج مود، الإضاءة، إضاءة الصندوق الخلفي. هنا بقى التغيير الكبير اللي تم هو العداد الجديد والشاشة الجديدة والداشبورد الجديد، التابلو الجديد، الشاشة الجديدة زي ما احنا شايفين، احنا شفناها اوريدي على معظم السيارات الجديدة اللي نزلت من السيلفرادو والزي ار 2. تخشيب تشغيل السيارة بالزر، تحكم في التريل، وصلات اليو اس بي واليو اس بي تايب سي،
داون هيل اسيست مساعد لعدم الانزلاق، تشغيل السياره في فصل ماكينه السياره على الاشارات وفصلها خاصيه موجود ليه زر، تراكشن كنترول الاربع اشارات، فتح الباب الخلفي، الغاء صوت الحساسات. هنا الزياده بقى تنبيه الحارات، كان عندنا النقاط العامية على المرايات، وموجود فصل الاير باجز طبعا بزر ظاهر، تقدر تفصل الاير باجز قبل ما تدخل البر. تم اضافه الرادار الامامي، هنا العداد الديجيتال طبعا، الشاشه بتاعتنا شفناها على التاهو وشفناها على السيلفرادو وعلى الزي ار 2 وعلى التريل بوس، نزلت على ال تي ذات الجير العلاجي، لسه موجوده اهو ورا الستيرنج ورا السكان عشان الشباب اللي لسه بيحبوا الجير العلاجي على السيارات البيك اب من سيلفرادو. عندنا وصلت طبعا الاون ستار، خدمه الاون ستار والاس او اس، الواي فاي والداتا كلها بتطلع من السياره. زي 71 ده شكل السياره مره ثانيه. قولولنا ايه رايكم في ان احنا احتفظنا بالجير العلاجي ورا الستيرنج مع التغيير الجديد اللي طرأ على شغل الماكينه وعدد السرعات في الجير وعلى العدادات والشاشات الجديده اللي تم اضافتها. ميجر فيس ليفت، تغيير كبير جدا ما شاء الله في الشكل الخارجي وفي شغل السلندرات وفي الجير طبعا، الشاشات والعدادات. مرة تانية تقدروا تتصلوا على مهند 050-516-3525 من بن حمودة للسيارات في أبو ظبي والعين، وفي انتظار اتصالاتكم وأهلا بكم.